لها ان تتنكر لك اكثر، هكذا يقول العاشق للاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي، اللاعب الذي يبيع وياما رقما كثير للساحره المستديره واشقي كره في الميدان. تصل هذه الكره ارجنتينيه تلاقى سريعا ان تاتي محاوله قائمه عن طريق ميسي، ميسي يتقدم تسلل كان موجود للاعب في الكره الواحده، تسلل كان موجود لقطه ماضيه على ميسي، ميسي كان متسللا لحظه ارسال الكره التطويريه بهذا اراد ان يحتفل بثاني اهداف عبقاد. فهذه لحظتكم، نتحدث عن المنتخب القطري، نتحدث عن المنتخب السعودي، نتحدث عن المنتخب المغربي وكذلك المنتخب التونسي الذي نتمنى له التوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.